اي حاجه ببلاش. طبعا النهارده يعني يعتبر نهايه اليوم الثاني وبدايه اليوم الثالث. اليوم الثالث هيكون غدا ان شاء الله، وهكون فيه ثلاث محاضرات، مش محاضرات يعني ثلاث كلمات. واحده فيهم على التفاؤل، انا غيرت واحده فيهم، واحده فيهم على التفكير الاستراتيجي، واحده فيهم على السلوكيات. اما الرابعه ودي اهمهم هتكون انتوا عايزين تعملوا ايه مع بعض. مفيش خروج الا لما تشبكوا مع بعض، وكل منا يتنازل عن جزء من شخصيات الاعتباريه. من غير التنازل احنا في الدور الكام هنا؟ ممكن نعمل زي عباس بن فرناس تطيروا من هنا، تحركوا من هنا. لابد حته نفسنا وما سواها دي نسويها بقى على البوتاجاز، على الفحم، على مش عارف ايه، على الشمعه، فلفل على شمعه، في الفرن، الى اخره. اتفضل. لذلك تعقيب على المبادره اللي اطلقها الاستاذ خضر السوطري، اتمنى انه جميع الاخوه اللي ممثلين لمنظمات اليوم يتشاوروا مع مجالس ادارتهم، وبكره يعطوا التفويض. مفيش مشكله، خطوه عمليه بكره في اخر جلسه هناخد الخطوه العمليه. لان مش معقوله معانا حوالي 98 واحد بقالنا يومين، والناس مسافره من اخر الدنيا وجايه هنا، ونطلع ايه فنكوش. في حد فيكم شاف عادل امام في الفنكوش؟ لا. احكي لكم قصه الفنكوش لغايه الدكتور سيد الزناني ما يخش. عادل امام عشان تعرفوا ازاي المجتمعات بتشتغل كان نصاب. هو لا مش هو شخصيه، راجل محترم يعني، بس هو في الفيلم كان نصاب. وراح يضحك على واحد بتاع شركه اعلانات اعلام، وراح قال له انا عندي منتج اسمه الفنكوش سوقته. الراجل قال خلاص ما فيش مشكله، فادى الامر لمسؤول الايه نعمل فيديو او نعمل فيلم يعني حاجه زي كده. وعادل امام بقى نسي ومشي وخرج. فالراجل عمل الفيديو اللي هو مدير الاداره بتاعته، وراح لرئيس الشركه بيقول له خلاص احنا عملنا الافلام يا سعاده البيت، وعايز صلاح يوافق على بتاع صلاح. ايه؟ انا عندي الصلاحيه. طبعا المدير مش فاهم حاجه، مدير نفسه كان فنكوش. فقال له لا انا اللي هاخد القرار. قال له يا سيدي، قال له انا اللي هاخد القرار. قال له القرار ايه؟ قال له خلاص بث في كل التلفزيونات. فحط فيلم الفنكوش اللي هو فيلم دعائي. خلاص وابتدت اللقطه دي. راح بقى خد عادل امام يصيفه في مكان مش عارف فين في مصر يعني، مش عارف هو في مكانه خلاص. وفي وسط الكلام قال له ايه؟ قال لي عادل امام احنا اعلانات الفنكوش مغرقه مصر كلها. فعادل امام بيقول له فنكوش ايه؟ قال له الاعلان اللي انت بتهنه، المنتج اللي هنبيعه. قال له انا اديتك منتج؟ قال له اه. قال له دي مصيبه، ما فيش حاجه اسمها فنكوش. فنزلوا اتنين مصر بسرعه. المنظر ايه؟ عادل امام قاعد على الترابيزه دي، وصاحب الشركه بيلطم خده حظه وكذا. اتخرب بيتنا، اتخرب بيتنا، اتخرب بيتنا. عاد ما بقى قدامه كميه من الجوابات الغير عاديه. واحد بارد جدا، وصاحب الشركه بيصوت ويولول وينحنح. لقى ان هو مدير الانتاج دخل عليهم، فصاحب الشركه بيقول له خلاص نرفضه ونقول هو ده اللي عمل غلطه. عاد قال له نرفضه ازاي؟ يا فلان زود اعلانات الفنكوش. قال له ايه؟ قال له زود اعلانات الفنكوش. قال له إيه؟ انا عندي طلبات بنص مليون جنيه يشتروا الفنكوش. قال له يعني ايه؟ قال له احنا بعنا لهم حاجه مش موجوده. قال له الابداع عندك والبراعه، انت راجل مبدع مش كده؟ انك عملت حاجه مش موجوده اقنعت بيها الشعب، والشعب عايز يشتري شيء مش موجود. قال له بتبيع لهم ايه؟ قال له اي حاجه بس سميها فنكوش. هكذا يبقى الاعلام، اي حاجه بس سميها فنكوش. ونهايه الكلمه هي تعتبر حكمه، قال هذا شعب غبي بيشتري شيء مش موجود، فنبيع له الشيء اللي هو عايز يشتريه. عرفتوا بقى الاعلام ازاي؟ فاوعوا تفنكشوني، لان انا بنتج فنكوش انا كمان يعني. يعني انا بعرف اعمل فنكوش. طبعا في اليوم الثاني دلوقتي ليه؟ ال بي بي سي وقفت ولا ايه؟ لا شغال. طب انا عايز الاي تي في.
عندنا أربع ثلاث محاور. ثلاث فلكيش؟ ثلاث محاور. طيب ثلاث واحدة عن تنمية المواد البشرية اللي هي الاستدامة المالية. الاستدامة المالية ومن الغسل التنمية. والثالثة اللي هي يا رب إدارة المشروعات التنموية. إدارة المشروعات التنموية. مين هيجي في الأول علشان يبتدي يقول للناس الخمس دقايق دي ماذا فعلنا وما نريد أن نفعل إيه في يوم بعد؟ اتفضل. بس من بعد إذنكم هنوزع عليكم أثناء الكلام استبيان ورقي. ثالث ورابع ورابع. في استبيان طبعاً. ومحدش هيخرج من هنا إلا لما يملأ. الإلكتروني والورقي لو سمحت. توزع براسك. في واحد الكتروني هنا. انت مجموعة ايه؟ استدامة التنمية. نحن ثلاثة رح نحكي بس كل واحد اخذ فقرة مشان بس. هلا ما بدي اطول عليكم، انا اول شيء كثير محظوظ اني كنت موجود معكم تمام واني هيك تعرفت على ناس عندهم خبرة بمجال العمل الانساني، ما بدي اطول. طبعا الاستاذ حكى كثير نقاط مهمة واحدة من النقاط اللي يمكن كلنا لازم نركز عليها كمؤسسات انه نوطد علاقتنا مع المعني، يعني مو الشطارة انه نحن نجيب اولاد كثير، الشطارة انه نحن نجيب اربع اولاد بس نقدر نحن نربيهم صح، نعلمهم صح، نطورهم ونشتغل عليهم، اما اذا جبنا نحن 15 ولد وزتيناهم بدون رعاية، هال 15 ولد ما رح يرجعوا لي بهذا. لذلك الفكرة انه نحن لازم نركز اكثر على تلبية حاجة المانح اللي أعطاني مصاري وأعطاني صحته أكثر من إني أروح أدور على مانحين جداد. شلون؟ عن طريق إنه أنا وقت أشتغل مع المانح، المانح رح يعطيني هو شو بده، حتى وهو عم يعطي هو شو بده لازم يكون في شيء مميز. يعني مثلاً حالكم تجربة صارت معنا، أخذنا مشروع راف نحن، تخيلوا إنه بكل الإمو يو ما لهم مركزين، يعني نص الإمو يو مكتوب إنه نحن بدنا تكون في لافتة مكتوب عليها راف بمكان التوزيع، تمام؟ فأنا يوم اللي ركز كل صوري كل اموري على هي اللافتة فانا شو اشبعت له حاجته للمانع واعطيته اللي هو بده اياه، وبالتالي انا رح اخلي علاقتي معه قويه ورح يرجع يعطيني مره ثانيه. لذلك انا بفضل انه يكون في بكل مؤسسه مثل ما هون مثل ما في عندنا اقسام برامج مثل ما عندنا في قسم مالي قسم ميلي يكون في عندنا قسم متابعه علاقاتنا مع المانع، وهي شغله كثير مهمه. والسلام عليكم ورحمه الله. في الاخوان الثانيين جزاكم الله خير. رامي. انا سامحوني انا المفروض ما كنت اتكلم ونترك انا باعتبار من المنظمين الموجودين، لكن الشباب اختاروني عشان هذه الكلمه. الحقيقه احنا باستدامه التمويل المفروض نشتغل على مؤسساتنا، قلنا مثل ما حكينا ببدايه الورشه الاولى يوم امس، قلنا انه اي مؤسسه تحتاج الى استدامه التمويل المفروض يكون عندها شيء من المؤسساتيه وتسعى الى تنميه هذه العمليه عندها. يعني بمعنى اخر انت عندما تكون لديك مؤسسة حقيقية في نظام داخلي في فرق بين مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية، أنت مؤهل أن تأخذ أو تعمل عملية استدامة التمويل من المانحين. النقطة الأخرى حكينا بالتسويق الإلكتروني وطرحنا مثال الإغاثة الإسلامية أنه 60% من دخلهم هو عن طريق التسويق الإلكتروني وخاصة في كندا، وهذا كثير مؤشر كان مهم جدا لكيف إحنا منظمات السورية كيف ندخل لهذا المجال. وقلنا انه هو مؤلف من اربع مراحل، المرحله الاولى ربما هي البيانات وجمعها، المرحله الثانيه هي تحليل البيانات، المرحله الثالثه التنفيذ، المرحله الرابعه هي جمع النتائج. ما بدي اطول عليكم، في اختنا الكريمه ممكن تكفي معنا بما قلنا امبارح واليوم. تفضل. السلام عليكم. اهم شيء نحن كمنظمات في عمل استدامه في التمويل، فاحنا لازم نلغي ببساطه انه يكون تمويلنا عن طريق منظمات اخرى، ونكون احنا الجامعين لتبرعات مباشره عن طريق الافراد، وبيكون هذا الشيء عن طريق فهم سيكولوجيه المانح. فاحنا في مثلا في الوطن العربي نستميل الافراد عن طريق اما العواطف او الشعارات الدينيه او حتى بجوز موسيقى حزينه مع فيديو مؤثر، فبنقدر نستميل المانح وناخذ منه اللي بدنا اياه. طيب بس انا هضيف عليها حاجه، ان هو في اخر الجلسه كانوا بيتكلموا عن الشخصيات البارزه اللي ممكن تجمع لنا تبرعات عن طريق الفيسبوك، صفحه الفيسبوك بتاعتها. من التجربه ان شركه ان مجموعه جمعيه بنفس فين اخ بتاع بنفس لا مش انت، لا انا مش عارف يا ابني انت مستخبي ليه، تعالى هنا ولابس لي بنفسجي كمان. لا انا ازرق ده ولا اخضر؟ لا بنفسج حتى لو كان ازرق.
وبنفسك بسرعه كده عشان ده نوع من انواع الفيسبوك التمويل اللي احنا برضك عايزين ايه نخليكم تخشوا فيه. السلام عليكم. تحدثت عن تجربه سريعه لبنفسج مع ناشط مصري الاخ عبد الله الشريف اذا سمعتوا فيه. الاخ عبد الله عنده تقريبا 1,000,000 متابع في السوشيال ميديا او 2,000,000 بس عنده صفحتين. فعمل فيديو تعريفي عن بنفسج وطلب فيه من جمهوره جمع التبرعات. خلال 3 أيام تقريبا او 4 أيام جمع حوالي 200,000 او 250,000 دولار على موقعنا. من خلال طبعا الاهم بالموضوع انه كان 90% من المتبرعين من المصريين. فهذا طبعا كان رقم خيالي يعني بالنسبه للمتبرعين المصريين، عباره عن حوالي 3,000 متبرع تبرعوا خلال 3 أيام. وحقق الفيديو حوالي 700,000 مشاهده بفضل الله. طبعا الاعتماد الاول او النتيجه اللي اخذناها انه احنا الترويج الداخلي للمؤسسه او ترويج المؤسسه لنفسها ما كان فعال بقدر ترويج الاخرين لمؤسستك، سواء كانوا مستشارين او اصدقاء او اي اناس خارجيين. شكرا. دي تجربه من حقكم انكم تستعملوها عن طريق صفحات الفيسبوك. طيب هل في اي سؤال للمجموعه التنمية المستدامة المادية إلى آخره؟ إضافة بس الموضوع إضافة. طيب دقيقتين. لا هي دقيقة واحدة. أنا ما كنت في جروب. مش مهم بس أنت قول يعني تعال. دقيقتين زي مش هبيعنوك من فانكوش لا. دقيقتين. خلال 4 سنوات من العمل وسط المنظمات المجتمع المدني اكتشفت شيء الكل بيبحث عن المال بينما هو موجود لديه كثير من المال. لديه كثير من الموارد عفوا ليس المال. سريعا دلوقتي هديكم 3 موارد معكم سريعا بس. وفي اخر شغله اللي يقول لي عليها اللي هو جايزه ماديه. لا 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 انت عندك دقيقه واحده. موارد عندك دقيقه واحده حقوق. تمام دقيقتين. ماديه واحده عندك طبعا وبشريه وانسانيه. الموارد الماديه اهم مورد هو الارض. تمام. لو امتلكت الارض يبقى انت كده. ودلوقتي الحرب كلها في سوريا عشان امتلاك الارض. بعد الارض المواد الخام كل ما على الارض سواء مؤسسات مباني كل شيء. تمام. وبعد كده المال ياتي اخر شيء. لكن بامتلاكهم تمتلك المال. موارد البشريه ايه؟ العلاقات الخبرات والمهارات وهلم جرى اهم شيء الوقت. طبعا هذا من اجل استغلال الموارد البشريه الموجوده في المؤسسه. كثير من المؤسسات ما بتحسن استغلال مواردها فبيحصل هدر للمال. ومثال التدريب ممكن واحد ممكن مؤسسه تنفق على التدريب بدون قياس اثر التدريب. اخر شيء الموارد الانسانيه هي قسمين جسديه وحسيه. كثير من الموارد الجسديه ما بتستغل. ممكن واحد هو بيمارس الاداره كنشاط ثاني بس بيهمه الموارد الجسديه طبعا اللي هي السمع والبصر. نيجي الموارد الحسيه اللي موجوده لدى الكثير اللي يستطيع عن طريق استخدامها. هم سترحوا الخمسه إدراك، منطق، ذاكرة، وعي، حدث، الأخير حد يقدر يقولها لي؟ خيال. قلت لك إياها. نشكر أخونا. نشكر أخونا. إبراهيم حمدي، دعم الإدارة بناء القدرات من الاتحاد السوري العام. كويس. نشكره جزاه الله خير. أي استفسار قبل ما ننتقل للمجموعة الثانية؟ أي خلاص بسم الله ما شاء الله يعني كده ما فيش سؤال ما فيش اي حاجه. هنتقل للمجموعه الثانيه. خلاص ما انا خلاص انا كده يعني اي استفسار واحد اي استفسار اثنين اي استفسار ثلاثه يلا المجموعه الثانيه. في المجموعه الثانيه طيب اي حد يطلع مين هيطلع مع دكتور طارق؟ ما حددناش تعال انت الشعب. انا الشعب. انت الشعب وتحرك فوق الماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كانت الورشه بتاعتنا كان الموضوع عندنا من الاغاثه الى التنميه. فتكلمنا امبارح على قضيه الاغاثه ونطاق العمل الاغاثي وحددناهم ب نطاقات معينه لان في لبس في قضيه العمل الانساني. يعني انا بسميه العمل الانساني وليس العمل الاغاثي. لان الاغاثه هي جزء من العمل الانساني. احنا قلنا ان هم 6 نطاقات تقريبا. يعني اول نطاق اللي هي مساعدات الاغاثه العاجله. يعني ودي بتكون عاده عشوائيه غير مخططه بتكون غرضها الاساسي هو الحفاظ على حياه الناس. ثم ينتقل هذا العمل الى عمل اغاثي لما الازمه بتمتد
بيكون فيها موضوع موضوعات اخرى موجوده، عايز تحافظ على احتياجات الناس بشكل معين، فبتنتقل من العمل الطارئ الى العمل الاغاثي. بعد كده بننتقل من العمل الاغاثي، في عندنا مساعدات المرحلين اللي هي بيسمونها مساعدات ما بين الاغاثي والتنموي، اللي هي اللي خاصه بعمليات اعاده التاهيل. في عندنا العمليات الاغاثيه او العمليات الانسانيه للحمايه من الطوارئ، يعني ده جزء من العمل الاغاثي، انه لو في كارثه في طارئ موجود ممكن ازاي ان احنا نؤهل المؤسسات انها تعمل برامج خاصه قبل حدوث الكارثه المتوقعه. نوع ايضا من العمل الانساني الا هو عمل ازاله مخلفات الحروب ومخلفات الكوارث، يعني كتير جدا بيتم بعد العمليات العسكريه بيكون في دايما مخلفات حروب، قنابل، الغام، اي شيء الاولاد بيلعبوا فيها بيجيبوها، واحنا قلنا ده جزء من العمل بنقسمه تحت العمل الانساني اللي موجود. فعملنا الورك شوب امبارح وبدات كل مؤسسه عرضت نطاقات العمل بتاعتها، وحقيقه كان يعني انا بعتبره لقاء عميق جيد جدا، يعني بقيمه ان هو فعلا كان جيد على اساس المؤسسات حددت ما هي مميزات كل مؤسسه في عملها الاغاثي وايه التحديات اللي بتواجهها، وايضا قدروا ان هم يوضحوا ما هو البعد التنموي في عملهم الاغاثي كنوع من انواع تقديم ان انا والله ماشي في التراك المظبوط. النهارده انتقلنا للعمل التنموي وشبهنا العمل التنموي او بنشبهه كده بالفراشه، يعني دوره حياه الفراشه، يعني دوره حياه الفراشه الاول بتجيب الفراشه بتحط البيض وبتحط البيض على الورق الاخضر وبتحط له تحتيه سمته ماده سمكيه عشان البيض ما يقعش منها على الشجره. الفراشه اللي هذا البيض بيقس بيبقى دوده. الدوده بتكون عندها نهم شديد للاكل. يعني دي انا بشبهها بمرحله الاول العمل الطارئ، وبعدين بعد كده بننتقل الى العمل اللي هو الانساني او العمل اللي هو الاغاثي. عندها شراهه في الاكل بشكل كبير جدا، بتتطور الدوده خلال فقط 5 ايام بيكبر حجمها بشكل غير طبيعي، بيتغير جلدها 4 مرات. ثم بتخش في مرحله اللي هي مرحله الشرنقه، انها بتحاول تدخل جوه نفسها وبتبني حواليها يعني شرنقه، وبيحصل ترانسفورميشن جوه الشرنقه. انا بعبر عن العمل السكري في المرحله الحاليه هو داخل في مرحله الشرنقه، اللي هو محتاج اعاده نفسه، تنظيم حياته، تنظيم العمل بتاعه، النطاقات اللي موجوده بتاعته، وبعد كده بتروح فتح الشرنقه تطلع منها ايه؟ فراشه. الفراشه دي بتقعد 10 ساعات تضخ الدم في الاجنحه بتاعتها، ما بتقدرش تتحرك، عندها غير قدره على قادره على الطيران. يضخ الدم في الاجنحه وتطير بتبقى فراشه. شكل الفراشه مقارنه بالدوده مختلف تماما، وده اللي احنا عايزينه من المؤسسات السوريه، ان احنا عايزين يحصل فيه عمليه ترانسفورميشن حقيقيه، تحول الدوده لفراشه. وانا اعتقد ان تحول الفراشات امر ليس بالمستحيل. اتكلمنا على موضوع التنميه وذكرنا هي محاور التنميه الاساسيه. التنميه فراشه ولا دوده؟ ها التنميه الفراشه بقى خلاص. احنا خلاص التنميه اول الدوده هي اللي عملت الاساس اللي هو، والشرنقه هو اللي احنا بنعمله بيه اللقاءات الان التدريبيه اللي احنا بنعملها هي مجرد اعمال عن الشرنقه اللي احنا بنخش فيها وبتكون ضروريه. وحتى بننصح المؤسسات ان هم ياخدوا 2-3 سنين وقت كافي بحيث ان هم يعدوا المؤسسه لموضوع العمل التنموي. العمل التنموي ركزنا على اساسيات العمل التنموي، يعني قلنا العمل التنموي مرتكز على 5 اساسيات اساسيه، عنده مرتكزات كثيره، هي قضيه الملكيه، انه لازم واحنا بنشتغل مع الناس المستفيدين يكون عندهم شعور بملكيه المشاريع اللي هم بيعملوها. ثاني نقطه الشراكه، ان هم الشراكه مش كوبريشن، لا الشراكه هي الشراكه الحقيقيه، ان وانا بارتنرشيب، انا عايز الزواج لا انا عايز كمان المستفيد هو يكون معانا صانع الفكره وليست المؤسسه، لا كمان المستفيد الشخص الانديفيديوال صانع الفكره بيخطط معانا المشروع وبينفذ معانا المشروع وبيقيم معانا المشروع. يعني دول 4 مراحل رئيسيه في موضوع الشراكه، والشراكه دي لازم تكون شراكه حقيقيه، ودي اللي تكون مفتاح مهم جدا للعمل التنموي. الثانيه الاستدامه، الثالثه الاستدامه، قضيه الاستدامه قضيه مهمه. للاسف الشديد كلنا بيفهم الاستدامه ان استدامه ماليه فقط. الاستدامه استدامه ثقافيه، استدامه مؤسسيه، استدامه اقتصاديه،
واستدامة، قلنا إيه كمان؟ استدامة اجتماعية وبيئية، موضوع اجتماعية وبيئية. آه يعني لازم نبص لها من كل المنظورات ده، وإحنا إذا بصينا بس الموضوع الاستدامة من نظرة مالية، إحنا بنمر لقضية الاستدامة، لأن الاستدامة مش عايزين نفكر بيها إنها فلوس فقط ولا شيء. رابع حاجة قلنا موضوع الاتساق السياسي، ما لناش تعبير كويس الاتساق السياسي، يعني معناه إن قراراتنا السياسية في العمل التنموي لا تتناقض مع بعضها البعض. مش معقول ان انا عايز اساعد على الانتاج المحلي، معناها قرارات قراراتنا السياسيه داخل المؤسسه، سياسه مؤسسه. ايوه سياسه مؤسسه. داخل المؤسسه بس. وضحت للتلفزيون داخل المؤسسه، يعني معناه ان ما اخدش اجراء تنموي، ان انا عايز اشجع صناعه معينه او اشجع مثلا محصول معين او منتج معين تنموي، وفي نفس الوقت اتبنى سياسه ان اغرق السوق بمنتجات خارجيه تؤثر على سعر السوق وتأثر على الوظائف الموجودة. ده مثال، مثال الملابس كمثال، ده اللي حضر منها. يعني موضوع الملابس كتير جدا انه الناس بتجيب الملابس وتروح توديها الى اماكن موجودة، فبتخلي بتأثر على المنتج المحلي. واحد جاله شيرت ديزل ولا هوجو بوس ولا اي حاجة، طبعا مش هيبص المنتج المحلي، وفي الغالب بيبقى الملابس اللي جاية سعرها ارخص من سعر السوق. فلازم تكون السياسات في العمل التنموي لا تتناقض مع بعضها البعض. واخر نقطه كان فيها في المبادئ دي هي قضيه الحوكمه، يعني موضوع الجفرنس والجود جفرنس، انا بعتبرها اشياء اساسيه محوريه. الوقت طبعا بيكون ضيق جدا ان احنا نتكلم عليها، وانا شايف ان هو توبكس يعني مهم جدا في العمل التنموي. في مواضيع بنسميها المواضيع المتقاطعه او الكروس كاتنج، ان كل واحنا بناخد بالنا في اي سياقه عمل تنموي الناس بتبص للكروس كاتنج او المواضيع المتقاطعه بشكل مهم. ايه هي المواضيع المتقاطعه؟ قلنا مواضيع البيئه والحفاظ على البيئه لازم تكون جزء من عملنا التنموي، مشاركه المراه، وقلنا لا لازم تكون مشاركه حقيقيه وليست كماله عدد وليست ديكور في المؤسسات او في الشغل بتاعنا، لازم يكون عندها دور حقيقي ومشاركه حقيقيه فيها، ودي لازم تنبع من داخل المؤسسه. كتير جدا بيخلوا المراه تشاركوا عشان يقولوا والله المؤسسات الدوليه احنا عندنا المراه موجوده وممثله، ولكن هو غير مشاركه حقيقيه، لازم تنبع من داخل المؤسسه. بناء القدرات الكباسيتي بيلدينج، خبرات، تنقل خبرات والمعلومات جزء اساسي في سياستنا الموجوده، البوليسز والمعايير اللي موجوده، واهمها سياسه منع الفساد او الكوربشن. يعني دي من الحاجات الاساسيه ان كل مؤسسه لازم يكون عندها سياسات واضحه جدا لمحاربه الفساد داخل المؤسسات. وبعد كده قضيه عمل الاولاد الشباب نزحنا، والشباب او الاطفال نازل ان احنا نقدم حمايه للاطفال. اخر اللقاء يعني في اخر ورشه الحمد لله المجموعات قدروا ان هم يسيروا حقيقه، صاغوا 4 مشاريع تنمويه حقيقه كلهم. انا كان معايا عملت تجربه، كان معايا $1,000,000 في جيبي، فقلت ان انا هدي لكل مجموعه يعني على حسب ما يقنعوني بهذا الموضوع، فكلهم حصلوا على $250,000. واحده احنا كده ولاد كاش ولا جريد؟ لا انا عاملها اموال وهميه، كم فنكوش سقفوا لها مجموعة فنكوش. فده يعني كان يعني ده كان الناس، وانا اعتقد الحمد لله ان هم كانوا يعني كانت يعني ورك شوب او ورشات عمل كانت فعلا حقيقة كويسة. طلعوا بتوصيات، 3 توصيات سريعين. يعني التوصية الأولى ان هو موضوع ان هم كانوا مدة دورة او مدة قالوا يومين لا تكفي، يعني يومين قليلة جدا على التوبك الواحد. خلاص وصلت على التوبك الواحد، على فكرة ما قالوا على التوبك الواحد ان هو يومين واحده لا تكفي، انه عايزين هم كمان يعني مزيد من التجارب العمليه اللي موجوده في ورشات العمل، وانه يا ريت المؤسسات الكبيره والمؤسسات الناجحه تعمل نوع من انواع عرض فيلمي او عرض مصور للمشاريع التنمويه الناجحه اللي موجوده عندنا. جزاك الله خير. طبعا بس هضيف نقطه محوريه في مال الالافه، لابد ان نفكر كيف نجزئ صرف مال الالافه من اول يوم بحيث يخش في التنميه مع اول مشكله اغاثيه بتصادفها. دائما مال الاغاثه اثناء الحروب ياتي اثناء الحرب فقط ثم ينقطع اثناء السلم، فلابد واحنا بنبدا مسيره الاغاثه في مثلا في 2011 كذا كذا كذا، في جزء منها مقطوع من العمل التنموي او الاحتياط الاستراتيجي وبناء قدرات المجتمع اللي هنصرف عليه الإغاثة. وده فيه في فكرنا احنا العربي تخلف كبير وجمود فقهي غير عادي، بمعنى القوي الامين. لو ما كنتش انا هدرب الشخص ده
وحديله مليون دولار مش هيبقى قوي، هيضيعني المليون دولار. انا بقول لك بدل ما اديله مليون دولار مره واحده، اديني 50,000 منهم ادرب الشاب ده او الشابه دي عشان تبقى قويه وتحافظ على باقي الاموال. ففي الاول انا عندي ورقه فيها ممكن اشاركها مع الاتحاد، ان لابد ان يكون سياسه الاغاثه الى ما بعد الاغاثه من اول يوم، ان مجرد الاعلام انتهى انسى سوريا، انسى سوريا وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا، زي ما الاعلام بيجي بقضايا جديده جدا. طيب اخونا طارق اتكلم، جزاه الله خير، بس معتذر الاخ ابراهيم حمدي. واسمك اسمك سينمائي جميل يعني. انا اسمي ابراهيم حمدي يا عم. انا بس ابراهيم حمدي وخلاص بقى، انا مش هتجوزك. بس يعني انا ايه حاولت ان انا اوقفه لان هو داخل زي الصاروخ، وانا ما بحب الصاروخ يخش علي، بخاف مش كده يا سيد؟ لا لا ما تعيش بقى. لا يا عم انا اعتذرت لك وخلاص بقى. ايه انت حاسس؟ طيب اي اسئله لاخونا طارق او اي استفسارات او اي اضافات للمجموعه التنميه؟ لا انت قلت حضرتك ال100 لو 100 دولار او مليون دولار اقسمهم، بس ما قلتش التقسيم ازاي. انا بالنسبه لي بعد احكي مع محاضره ثانيه، انا مش عايز دعوتكم دي، ممكن تبقى حاجه ثانيه عشان بس الوقت ايه مزنوق والساعه 5 والناس تعبانه من الساعه 9 موجوده. اتفضل سؤال. بس لا هو بس مداخله ممكن يكون سؤال بس في موضوع الشراكه. كثير من المنظمات تفهم ان الشراكه هي العلاقه فقط بين الشريك المنفذ والدونر، الا انه في ستوك هولدرز اخرين في موضوع الشراكه من ضمنه المستفيد. انت عايز انواع الشراكه؟ ايوه. من هو انواع الشراكه؟ ستوك هولدرز اللي بيدخل فيه. انا اللي اقصد فيها بالانجليزي اللي هي البارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن ليس الشراكه ما بين المؤسسات. انا عايز المستفيد الفقير هو اللي يحدد فكره المشروع، هو اللي يخطط معايا المشروع معايا، وهو اللي ينفذ معايا المشروع، وهو اللي يقيم معايا المشروع، لانه عشان يتبنى هذا المشروع بملكيته. احنا ياما ابار اتحفرت وبسبب صامولة الناس سابتها، صامولة صغيره محتاجه موجوده، البير راح، لازم الناس تحس ان البير ده بتاعها، شاركت وقالت ان انا محتاجه بير مش محتاجه مدرسه، او محتاجه مدرسه مش محتاجه بير، خططت معايا المشروع ونفذته وتعلمت ازاي تعمل الناس. الموضوع ده في منتهى الأهمية. يبقى ده في اثنين وهنقفل عشان نخش على المجموعه، وليس الشراكه ما بين مؤسسات. طيب. اخونا خضر اتفضل. نسال علي صوتك بس كده عشان اسمعك. نسال الاخ طارق عن اولويات التنميه. اولويات التنميه. نعم. هل التعليم اهم ولا المشاريع؟ المشاريع ولا التعليم ولا الزراعه ولا ايش هي الاولويات؟ العمل الاغاثي والعمل التنموي مبني على احتياجات واحصاءات سليمه. احنا رحنا مع الدكتور هاني مره ورحنا محتفلين بحفر بير. لا لكن الناس كانت محتاجه مدرسه. فاحنا برضو بقول بارتيسيبيشن مهم جدا، ان انت بعض الاحيان ان انت بتعمل المشروع اللي هو يعجبك او شافه انت من اولوياتك، ولكن لازم تكون عندك قياس احتياج حقيقي على الارض. وانه التعليم مفتاح مهم جدا، ولكن لازم تقيس الاحتياجات الحقيقيه على الارض وترتبها على حسب الاولويات. بس هرد على دي، لان دي بالنسبه لي محوريه، وانا اعوذ بالله مش نحن هو نحن 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 التعليم مفصلي. بس ايه هو التعليم؟ التعليم اللي يحتاجه المجتمع في ساعة الحرب، مش التعليم التقليدي في الدول المستقرة. التعليم النوعي البديل، هنخش في التفصيل. وضح شوية. ما هتبقى محاضرة. دقيقة يعني. هذا كلام مجمل جدا يا دكتور. أنا مش مختلف معاك، بس أنا ممكن نقعد، أنا ما عنديش مشكلة أقعد الساعة 10. دقيقة. لا 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 لا. كثير من المنظمات بتسعى للتدريب بدون وضع خطة أصلا للتدريب. حاضر. التعليم البديل النوعي اللي هو بيحتاجه المجتمع النازع ومجتمع اللاجئ. خلاص؟ بس عشان كده. أما بالنسبة للقضية السورية، أول مشروع أعمله زراعة. زراعة مم، وبعدين من المم أعمل السوق. يبقى إحنا قلنا في إسطنبول إيه مين اللي كان معايا سيد؟ قلنا بنقول من مدرسة للسوق، قلت له في الآخر اتفقنا على إيه؟ من أسطى للسوق. أو من الصنايعي اللي هو أقل من الأسطى كمان. للسوق. لماذا؟ لأن أنا عايز إيه؟ أستوعب هذه الطاقات الشبابية اللي ما دخلتش المدرسة في شيء يبني المجتمع من الداخل في المرحله دي بالذات. بس دول يعني دول خلوف التفصيل. في اخونا اللي هو ده في اتفضل.
حاضر عايز بقى في واحد تاني كان قبليك ابو شعر زي شعر انا بس انا بس انا عايز اعلق بس وانت هنلقى تعليق بسيط على الكلمه دي بشكل سريع جدا. العمل التنموي مر بمراحل كثيره في التطور. زمان قال لك مثلث الجهل والفقر جهل والفقر والمرض بس دي كانت منظومه قديمه. المنظومه الان هي منظومه كيفيه الارتقاء بالشخص ماديا ومعنويا وروحيا. اصبح في منظومه الان في العمل التنموي ودي محتاجه فعلا بناء على نيد اسسمنت قوي. يعني احنا عايزين في العمل التنموي دوت لانه عمل مخطط عمل طويل المدى يعني الاستثمار فيه استثمار ضخم فلازم نكون مخططين له بشكل كويس وعلى حسب اولويات دقيقه مربوطه وليس على حاجه احنا عجبنا وخلاص. بس هيك اخرج عن موضوع نسبيا عندنا اشرط عليه استبيان بنفس الوقت عندنا ملخص المحاضرات بشكل عام كيف فيني وقفه بين موضوعين هلا اذا من الاسقاط على شيء عم ناقشه شو بنستنتج؟ نخلص النقاش وناخذ منك ورقه استبيان غدا صباح. ما قدرت عفوا بدي اركز معكم اما بستمع او خلاص يعني انا ما عندي مشكله بس فين اخونا محمد؟ خلص يعني هاته معك غدا ان شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله اخر سؤال تفضل. اول شيء الله يعطيكم العافيه. نحن استفدنا اكثر شيء من خبرتكم المنهجيه في الحياه في اكثر من دوله يعني حسب رؤيتكم وحسب الازمات اللي مرت في مريتوا فيها بكل دول العالم. الان المساله الانسانيه السورية في اي مرحله من المراحل تمر مقارنه مع تجاربكم السابقه؟ سؤال ثقيل يعني سؤال ثقيل لحالك. انا من رايي من المرحله السوريه حاله فريده بيعتبروها على فكره الكومبلكس كرايسيس باعتبار اللي هي الازمات اللي فيها معقده ممكن نلاقي فيها ثلاث امور بره يعني ما نقدرش ان احنا نحدد بيها مرحله من المراحل اللي هو. احنا ممكن المرحله السوريه الان كحاله فريده ممكن نلاقي ما زال لسه في حاجه طارئه حتى الان احنا اتكلمنا عليها في الورشه ما زال لسه في قصف ما زال لسه في نزوح ما زال في عندك مشكله اللي هي موضوع المساعدات اللي هي بيسموها الريهابيليتيشن او الريكفري او ما الى ذلك اللي هي اعاده التاهيل ودي موجوده وفي حاجات الان للبعد التنموي. على فكره الازمه السوريه على فكره هي ازمه عالميه غيرت سياسات عشان يكون عندنا فكره غيرت سياسات دول الان يعني احنا بنتكلم على المانيا مثلا وزاره التنميه الالمانيه غيرت اصلا من الخطط بتاعتها ونظرتها للعمل التنموي من الاساس وبداوا النهارده يتكلموا انه عايزين يدعموا عمل تنموي يكون عنده بعد اغاثي والعمل الاغاثي وزاره الخارجيه مسؤوله عن العمل الاغاثي بتقول ان انا هدعم مشاريع اغاثيه ذات بعد تنموي يعني بداوا الاثنين يفكروا بتفكير مختلف لاول مره ان بدات وزاره التنميه تقول والله ان انا عايز ادعم مشاريع تنمويه كان ليها اصل اغاثي مش عايزها تكون عالي من السماء كانت اغاثه ممتده التنميه وزاره الخارجيه اللي مسؤوله عن العمل الانساني بتقول ان انا هدعم مشاريع اغاثيه ذات بعد تنموي ده بيوصلنا. اتفضل عايز تقول حاجه ثانيه؟ القصد انا بس هكمل بقى طب بس تعقيب معروف انه الانتقال من العمل الاغاثي الى العمل التنموي لا يتم الا بعد توقف الحرب او الازمه واجتماع الساسه تماما. هل الان في سوريا هناك مجال لقيام اعمال تنمويه؟ الى الان لم تتضح هناك مناطق امنه في سوريا. طيب بالنسبه للكلام اللي بيقوله طارق ده تغيير في المنهج بالنسبة بس عشان نرجع للسؤال الأصلي اللي هو إحنا فين من القضية السورية؟ إحنا في مقاله أحد لو سمحتوا الإخوة اللي في الخلف يا بنفسك ليه يا بنفسك بتنعي وانت ظهر حزين؟ منيرة المهدية مش كده؟ أنت تبعك ها؟ ليه يا بنفسك ترى لم بتنعي؟ أقعد بقى تبهي ولا بتبهي؟ يا عم انا دول بتنعي يا عم تبهي تبهي خلص اقعد يا بنفسك عشان هغني انا. القضيه السوريه بدات من تحت الصفر الى ما قلتم امس ال 4000 او 5000 جمعيه. ده ما حصلش قبل كده في اي قضيه من القضايا لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الشرق ولا في الغرب. خلاص؟ انا عايز من ال 4500 جمعيه دول 200 300 جمعيه بدا منهم جزء يتطور
واشتغل في مشاريع مش فقط مشاريع الاكل والشرب وكذا، لا، بدا يخش في الادفوكس اللي هو المنصه اللي بيتكلم عنها اخونا خضر الصبري، بدا يخش في الشراكات في جمعيات عمرها اقل من 5 سنوات، ودي انجاز ما حصلش. لذلك لما قال بيتكلم عن الحكومه الامنيه، الحكومه ثقيله مش بسريعه الخطوات زي الامريكان وزي البريطانيين، نجد ان الحكومه دي لما تبص لقت ان المسارين ماشيين مع بعض، ان نوعيه الشعب السوري تختلف عن نوعيات شعوب اخرى حصلت فيهم ازمات اكثر ضراوه من اللي حصل في الشعب السوري. لكن مع ذلك الشعب السوري انتج، في بعض الناس كانوا متضايقين من 4000 جامعه، انا بقول لا بالعكس، انا فرحان حتى لو طلع منهم نصابين زي ما انا قلت امبارح، لان اما الزبد احنا قلنا ايه امبارح؟ ده هيذهب، واللي هيفضل هو ما ينفع الناس. ايام كتبوا في الارض. فلذلك ده يعتبر مرحله متقدمه جدا لمجتمع بينمو في خلال 4 سنوات في النزوح، او 5 سنوات من النزوح، او 6 سنوات من النزوح. مش عايزين نقعد نجلد نفسنا ونقول احنا ما عملناش حاجه. الامر الاغاثه والتنميه دايما سياسه اوروبا، سياسه الامم المتحده والمؤسسات الدوليه، وقف النار واشتغل في التنميه. هم دلوقتي عم يجيبوا ساعه طلعوا حاجه اسمها ايرلي ريكفري. انا مش عارف يعني ايه ايرلي ريكفري. انا بقول لحضرتك انا ما بفهمش، معلش بردك، انا يعني اي لاف يو، مش انت بنفسك برضك؟ احنا اهل بنفسك هنقيم عليهم الحد عشان ما حدش يتكلم. واخد بالك؟ معناها ايه؟ معناها انا قلت لك حضرتك، يمكن المحاضره قال لي، في حد قال لي قول الكلمه اللي عندك دي، من اول يوم، من اول يوم ولا ثالث، من اول يوم تطلع جزء ولو بسيط تحطه على جنب تسميه احتياط استراتيجي. المال الاغاثي. انا خدت فيها فتوى من بعض المشايخ في الكويت، خد بالك في اللجنه اللي فيها هناك. ده بيصرف اذا كان في منطقه امنه. يعني لو كان المنطقه في بلد ما كلها مولعه حرب، يبقى انت بتسيبك احتياط استراتيجي موقوف الى اليات السلام. في منطقه امنه بتنمي فيها بال10% دي مجتمع بسيط عشان لما يطلع نزوح يخش نزوح داخلي. مين قال ان هم ما عملوش كده؟ لا 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 طول بالك. لو سمحت ما اديكش الكلمه عشان تتكلم. جزاك الله خير. ما ده اللي احنا بنعمله. واخد بالك؟ وده اللي احنا بنعمله. واخد بالك؟ وده دي اللي انت بتعمله. كل بقى لو متحط كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ده شيء ثاني. ولو انت عملت حاجه زي كده محدش يعرف، دي مصيبه سودة. ولك انت من كل من خبرتنا مع الجمعيات ان بيسقط عليهم المشروع برغبه المتبرع اللي انت ما بتعرفش تاخد فيه الا المصاريف الاداريه. واعتقد ان الشكوى دي قاطعه مع كل الجمعيات، احنا بنشتكي من واحد متبرع يدينا مشروع، صح؟ والمشروع ده احنا مش عايزين ننفذه، لكن بننفذه عشان ايه؟ ناخد منه مصاريف اداريه الى اللي ماشي بيها المؤسسه. لكن انت بتحدد، نرجع مره اخرى اغاثه وتنميه، انت بتحدد سياسه الانفاق في العام في مال العمل الاداري. انت تحدده كجمعيه، تتفق مع بعض كاتحاد كسياسه، وتعملوا بعض المناصره اللي متعلمه المال، خاصه لو كان المال ده تراديشنال اللي هو التقليدي، اللي هو بيجي لكم كده معاه يقول لك والله انا عندي مش عارف ايه حصل النهارده وعايزينكم تنفذوا المشروع ده بدون اي دراسه من اي حد. وده حصل كتير جدا من الجمعيات على مدى ال5 سنوات، فلذلك احنا مش عايزين نجلد نفسنا كسوريين ونقول احنا ما عملناش، احنا انتجنا وانجزنا وعملنا حاجات من شعوب كتيره جدا ما قدرتش تعملها في ايه في ال4 أو 5 سنوات اللي فاتت. خد بالك؟ ولو هو بيتكلم عن التجربه الالمانيه، ده معناها ان في شيء اتعمل في القضيه السوريه لم يحدث من قبل في القضايا الاخرى اللي كانت موجوده سواء في اسيا او في افريقيا او في امريكا اللاتينيه او حتى في اوروبا. صح؟ طيب لو مفيش سؤال ثاني ننتقل للمجموعه الثالثه عشان الوقت ايه؟ الساعه 5. وشكرا يا اخ طارق، نحيي الدكتور طارق. محمد مندوب عن المجموعه. الشيخ العسلي، حضر نفسك. السلام عليكم، حضر نفسك. مشكورين جميعا، ونحن طبعا نحن الاتحاد السوري العام،
من ورشة إدارة المشاريع التنموية. حقيقة أنا كنت سعيد جدا بحضوري بالورشة ومع الدكتور محمد. إدارة المشاريع التنموية طبعاً في أسس متعلقة بالمشروع أي كان هذا المشروع، لكن الدكتور محمد استطاع من خلال خبرته الممتدة لعشر سنوات أن يربط دائماً الأمثلة النظرية بالتجارب العملية. طبعاً الحقيقة في وقت مختصر اللي هو يعتبر يومين وهو مش كافي لهذا التدريب، لكن استطاع الدكتور محمد من خلال خبرته من خلال الاطلاع الواسع عنده استطاع أنه يحطنا في أهم ما يتعلق بالمشروع اللي هو تعريف المشروع والفرق بين المشروع والبرنامج. أيضاً استطاع أن يعطينا حياة مراحل المشروع اللي هي خمسة، أنا لن أتحدث عن معلومات أدوية موجودة. ركز بشكل عملي في أكثر من تدريب على الإطار المنطقي اللي هو من أهم أسس المشروع، كيف نحن نصنع إطار منطقي، وأيضاً كيف ممكن نعمل ورك بلان، أيضاً خطة عمل. استطعنا كمان نعمل تدريب عملي على خطة العمل وهذا كان شيء رائع. أيضاً تعلمنا من خلال الدورة التخطيط وأهميته وعناصر التخطيط وهذا كان شيء رائع جداً، وأخذنا شيء عملي على هذا الموضوع فعلاً فيما يتعلق بأهداف القمة الإنسانية 17 اللي طلعوا فيها. وطبعاً استفدنا كثير من اللي ذكره الدكتور هاني عن الاستباق الحدث والقدرة على التأثير في الحدث، أنه أنت لما تستعد للحدث أنت ستكون فاعل، وفعلاً هذا ما جرى من خلال 36 ورشة كانت في أكثر من 36 بلد. استطاع دكتور هاني وفريق العمل أنه يحضروها حتى تكون مخرجات مسبقة أو توصيات مسبقة للقمة الإنسانية، وكان في عندنا 17 هدف. استطاع دكتور محمد أيضاً أن يعطينا ورشة عمل أو تدريب عملي على إدراج 6 أهداف كأهداف أساسية في منظماتنا، منها التعليم ومنها الصحة ومنها المياه والنظافة وغيرها. الهدف 17 أنا حكيت فيه في الورشة كان رائع جداً، اللي هو الشراكات، تحقيق الشراكات من أجل الأهداف، وأعتقد أنه من أفضل الأمثلة التي يمكن أن نتحدث عنها هذه الشراكة الرائعة بين اتحاد منظمات المجتمع المدني الذي يشكر هو بإدارته وكوادره وأهدافه، وهو شريك حقيقي وهو يدعو إلى التكامل بين المنظمات، وأيضاً الاتحاد السوري العام، والشكر الموصول لفضيلة الدكتور هاني والإخوة المدربين وأيضاً إسلامك ريليف، وكل الشكر لكم. أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافة؟ لا ما لا بعدين هتفضل يا شباب. هيجي ما عندنا عسل موجود وعندنا العسل المر والعسل الحلو. انا ما بيبلش العسل المر ده كان جميل بيش. اتفضل. هي اضافه لدوره المشاريع التنمويه طبعا مستقبل المشاريع القادم في سوريا هيكون اللي هو الكاشف وورك. الكاشف وورك كاشف وورك يعني اللي هو النقد العام من اجل العام. ليش؟ من اجل زياده الاصول الانتاجيه. أديكم مثال سريعا راح يعمل على شغلتين، بناء القدرات في نفس الوقت الكاش وتدريب العمالة الماهرة مع غير الماهرة. مثلا في نشاط بسيط كنا بنعمله في مصر ممكن تكون المنظمات عملوا مثلا قد تطوير المخيمات اللي هو تنظيف قرية كاملة، تمام؟ نقدر عن طريقها ده من أجل صدمات مستقبلية طبعا والاستفادة من المخلفات، إن يبقى فيه عمالة فرص عمل مؤقتة كاش فور مربوطة بالعمالة ماهرة مع غير ماهرة. حققت هي أن أنا زودت الأصول الإنتاجية في نفس الوقت خففت من الصدمات المستقبلية وفرت فرص عمل ماهرة. فالاتجاه لهالأمور ممكن يكون يحقق موضوع التنموي ولكن عن طريق تحقيق الموضوع بناء القدرات في نفس الوقت العمل. جزاكم الله خير. أخونا في الخلف تفضل. شكرا يا اخ ابراهيم حمدي، معلش انا من كتر حبي انما الحب ما قتل والاعتراض الثالث هتقتل فيه. تفضل. العافيه دي في بلد يعني معنى كده في المغرب. العافيه يعني ايه؟ النار. مغربي واحد. خلاف طيب. اللغة طيب. بس إضافة بسيطة على أن موضوع إدارة المشاريع التنموية مرتبطة مع موضوع كمان الانتقال من الإغاثة إلى التنمية. نعم. فنحن نقطة البداية اللي بتحول منها من الإغاثة إلى التنمية
هي عندنا بيكون عندنا مشاركه مجتمعيه أيوة. مجتمع في هذا المشروع بدنا نتكلم في طارق الدكتور طارق عفيفي هي اسمها كوميونيتي بارتيسيبيشن مشاركه مجتمعيه فمشان بس نعمل ربط لحتى نعرف شو هو المشروع التنموي وكيف ننتقل من الاغاثه الى التنميه هي بالكوميونيتي جزاك الله خير اتفضل طبعا انا اخذت اختصار سريع لكن هذا الموضوع بالذات الدكتور محمد اكد عليه بشكل كبير جدا بمقدار ما يستطيع المشروع ان يشرك المجتمع المحلي في تصميم مشاريعه سيكون يعني له يعني حظوظ اوفر واكبر في الموافقه على التمويل وركز عليها كثيرا طيب انت تعرف الـ 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 الشيء الجميل ايه بعد اذنكم يعني خليك واقف جنب كده عشان نستنى احسن ابراهيم يجي مره ثانيه حمسكوا انا نقطع ان كنا بنشوف عمال الاغاثه في قضيه البوسنه ازاي كانوا بيعاملوا اساتذه الجامعه والدكاتره واقفين في الطوابير وما استفدناش منهم في تصميم المشاريع اللي بنتكلم عنها اللي هي بتتكلم ايه المشاركه المجتمعيه دي دلوقتي اتعلمنا في قضيه اليمن الحرب ما بين الحوثيين وبين الحكومه ده في 2007 و2008 ازاي الناس كانوا بيديروا المخيم يعني احنا لنا مخيم ام كنا رئيس الاغاثه الاسلاميه وكنا بنشارك اهالي المخيم من النازحين في اداره المخيم يكون في الاكل وفي الشرب وفي الصحه وفي الايواء وفي كذا وكذا مع المؤسسه المسؤوله عن المخيم بيكونوا النازحين داخل هذه المخيمات الكويس عندنا في الشعب السوري ان هو شعب عنده الخميره الاساسيه بالتعليم والوعي ها المشكله كانت عند الشعب السوري انه ما كانش متجمع قبل كده كان المجتمع المدني بتاعه ضعيف دلوقتي في الاربع او الخمس سنوات اللي فاتوا بفضل الله سبحانه وتعالى وفي النزوح اصبحنا نكون هذه الجمعيات التحدي الكبير دلوقتي ازاي نعمل ائتلافات وازاي نعمل اتحادات وازاي نعمل تحالفات قويه مش كل ما نعمل اتحاد يبقى التحدي لا كلنا نعمل اتحادات قويه وفاعله وإتلافات قوية وفاعلة عشان نعمل حملات المنصرة القوية دي الآن المنصرة الإنسانية صراحة ننتقل لسؤال آخر سؤال عشان ما جيش أخونا زكي ولا زكريا زكي يعني ثلاثة زكي واحد مفهومية ساعة البيت مفيش نقطة تيجي تنشف بس مفيش نقطة آخر سؤال لأخونا من الاتحاد لا نقطة بالضم مش بالفتح تفضل الاتحاد العام السوري موضوع ونشكر الاتحاد العام السوري على مشاركتنا له او مشاركته لنا موضوع الاتحادات نحن عملنا شيء اسمه رابطه الشبكات كويس رابطه الشبكات اليوم وليد جديد صار عمره اقل من سنه تقريبا كويس بيضم حاليا المنسق طبعا استاذ رامي استاذ رامي احمد رامي وحاليا بضم ست شبكات الحمد لله 10 7 ست شبكات في 10 لسه ما 7 وفي متقدمين يعني راح يصيروا 10 ان شاء الله وبيضموا اغلب منظمات المجتمع المدني جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ان شاء الله اخر تعليق على موضوع المشاريع عاوز اضيف اي اضافه هي في شويه مفاهيم تنمويه المشاريع التنمويه تختلف قليلا ربما أنا في نقطتين عاوز أضيفهم. الإخوة اللي بيتكلموا في الخلف لو سمحتم. النقطة الأولى إنه بالمشاريع التنموية هناك مفاهيم يجب أن تغيب عنا عندما نصمم هذه المشاريع. واحدة منها إنه يصير مشروع تنموي يجب أن أجد فيه exit strategy. يعني أنا لما يديني اللي هو أنا بدي أطلع من المشروع مش حمار يعني ما هو لك مرة خلاص أنت بدك تدور نفسك. بيعطيك المارش وبس الاستدامة فهو دائماً يجب أن تكتب له في مشروع وتظهر له كيف أنا سأخرج منه الموضوع الثاني أيضاً في المشاريع التنموية يجب أن تظهر له أهمية أن أنا لك ثلاث أربعة دائرة موجودة عند الموارد عندي وأنا أحتاج منك فقط قليل يعني يجب أن تظهر ما لديك والدائرة اللي عندك هي متكاملة ثلاث أربعة دائرة متكاملة وأنت تحتاج هو الجزء وتظهر له أن هذا المشروع أنت لديك أكثر من ما لديك والا المشاريع التنمويه يعني هو هيك بيقول طيب احنا اخونا زكي بكره ان شاء الله تقابل الساعه 9 في اسمها سابون سابون
صابون بالنون ولا بالميم؟ صابون يعني صابون 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 ان شاء الله. و تكريم في مدربين حاجه درون واحد بس طيب خلاص قلنا بس 5 دقايق و10 دقايق. طيب اصبروا مع اخونا زكي وبعدين هنكرم الاخوه اللي جم سافروا من اخر الدنيا عشان ايه في وجودهم فاهم. اصبروا عندنا بتاع 10 دقايق ربع ساعه. اتفضل. اللهم صل على النبي. أقم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أقم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد إلا الصلاة الصلاة على الحبيب محمد. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت تشاركونا بالصلاة على النبي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه. صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. نور الأخ محمد دكتور محمد هيكلم بعض الشباب اللي هيسافروا الليلة. دكتور خضر دكتور دكتور عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن ندعو الدكتور عبد الرحمن دكتور خضر لتكريم الساده المدربين الذين فنكوشي بعد الكوشي دفعيه هدايا رمزيه يعني لكن شكرا لهم على جهودهم لقاء السحاب. يلا شباب يلا شباب. طيب نحن سنكرر الدكتور محمد السوسي لو سمحت تفضل الى عندنا محمد السوسي بسبب السفر. انا سيبقى مع مساء والباقي سنكرره غدا ان شاء الله. سلم عليه. احنا عاجزين عن الشكر يعني لا يشكر الناس لا يشكر احنا. هذه مجموعة فنجان قهوة تركية اليوم ضيفنا الأطباق المقامية جدا هون من دوبي ضيفنا. قال نحن من يضيفنا فنجان قهوة
يذهب أثرها لأربعين عاما. تفضل سيدي. في حاجة تانية؟ ها؟ نراكم غدا. غدا الألقاب. سخوف القائم من غدا. الاستبيانات يا شباب. الاستبيانات. 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 نذكر أن الزكاة تنفع المؤمنين. الاستبيانات. Thank you.